مجلس الشورى كان تحايلا على مطالب هؤلاء الإصلاحيين بأن جعلوه معينا من الملك، وأن جعلوه بدون صلاحيات تشريعية، بدون صلاحيات رقابية، بدون صلاحيات مطلقا. وكان الملك فهد يعد من العام 1983 بأنه سيكون هناك برلمان، وأنه سيكون نصفه منتخبا في البداية، ثم يكون منتخبا كليا، ثم لم يعني يقدم أي من هذه الوعود على الأرض.